الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في متن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال: شروط الصلاة تسعة. الصلاة أيها الإخوة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. فأولا، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما اصطلاحا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة بالنسبة للصلاة يلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الطهارة الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي. وهذا معنى قولنا ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة شرعا، وإذا وجدت الطهارة لا يلزم من ذلك أن توجد الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ولكن لا يصلي. وأما الأركان فهي جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، ومنه أركان البيت وهي أعمدته التي يقوم عليها. والفرق بين الشروط والأركان بالنسبة للصلاة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الشروط تتقدم الصلاة، أن الشروط تتقدم الصلاة، بخلاف الأركان فإنها من ماهية الصلاة. وثانيا، أن الشروط يشترط استمرارها في الصلاة من أولها إلى آخرها. وأما الأركان فكل ركن ينقضي بانقضائه، فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا بد أن تكون الطهارة موجودة في الصلاة من أولها إلى آخرها. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن يستمر الاستقبال من أول الصلاة إلى آخرها. بخلاف الأركان فإن كل ركن ينقضي بانقضائه، فإذا ركع المصلي ورفع انقضى الركوع، إذا سجد انقضى السجود، وهكذا. رابعا، ثالثا من الفروق أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، فالعبادة الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، هذه هي الأركان. بخلاف الشروط فالغالب أنها أمور معنوية لا تتركب منها العبادة. فتبين بهذا أن الشروط والأركان أن بينهما ثلاثة فروق: أولا، أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها بخلاف الأركان. والشرط الثاني أن الأركان تتمكن منها، تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط. والشرط الثالث أن
الأركان نعم أن الشروط غالبا تكون أمورا معنوية بخلاف الأركان. ثانيا الفرق بين الأركان والواجبات، الصلاة تشتمل على أركان وواجبات، فما الفرق بينهما؟ الجواب الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن الكل مأمور به، يشتركان في أن الكل مأمور به، فالركن مأمور به والواجب مأمور به. ثانيا يشتركان أيضا في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك الركن كالركوع بطلت صلاته، ومن تعمد ترك التسبيح في الركوع أو السجود بطلت صلاته، فحتى الواجب إذا تعمد تركه فإن صلاته تبطل. يفترقان فيما إذا ترك سهوا، فالركن لا يسقط بحال من الأحوال، حتى لو تركه الإنسان ناسيا أو جاهلا لم تصح صلاته إلا به. وأما الواجب فإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يجبر بسجود السهو. وأضرب لذلك مثالا، إنسان كبر للصلاة وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، نسي ماذا؟ نسي الركوع، لا بد أن يرجع ويأتي بالركوع ولا يجبر بشيء، فإن قدر أنه قام إلى الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تلغو وتقوم الثانية مقامها. أما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو، فمثلا لو أن المصلي قام عن التشهد الأول ناسيا واستتم قائما فحينئذ يحرم رجوعه ويجبر ذلك بسجود السهو. إذن الواجب والركن يشتركان ويفترقان، يشتركان في أمرين، أولا أن الكل مأمور به، وثانيا أن من تعمد تركهما أي الركن والواجب بطلت صلاته. ويفترقان فيما إذا ترك سهوا نسيانا، فالواجب يجبر بسجود السهو والركن لا يجبر بل لا بد من الإتيان به. نظير ذلك أركان الحج وواجباته، الحج أركانه أربعة، الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، من ترك الطواف لم يتم نسكه إلا به، لكن الواجبات مثلا الوقوف بعرفة واجب، استمرار الوقوف إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة ركن، استمرار الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب. فمثلا لو أن إنسانا وقف بعرفة بعد الزوال ساعة ثم غادر عرفة، نقول هنا حجه صحيح لأنه وقف بعرفة، لكن عليه الفدية لتركه الواجب وهو أن يستمر وقوفه إلى أن تغرب الشمس. فالأركان في الحج والواجبات كالأركان في الصلاة والواجبات.